حيث ينظر العسكريون الأمريكيون إلى أي دولة مسلمة، خاصة إذا كانت تعاني من مشكلة الفقر، ينظرون إليها كمرتع أو تربة خصبة لتنظيمات كالقاعدة. هذه الرؤية الخاطئة تسمح للأمريكيين بالتذرع بأن عدم وضوح الظروف حول القاعدة أمر يعطيهم الحق بإلحاق ضربات استباقية بمناطق لا تتواجد فيها القاعدة، وهم يعتبرون أن هذه الظروف ستخلق لهم خطرا في المستقبل، ولا يرون مشكلة في أخطاء الهدف وإصابة الأبرياء. في الواقع ليس هناك من العلم شيء في هذه النظرية التي تشبه فرضية التوالد التلقائي للفئران في أي صومعة حبوب. هذه الرؤية أو النظرية ليست خالية من الضرر، لأن الظلم والاضطهاد هو ما يؤدي إلى التعصب والتطرف في أي دولة. وإذا ما أخذنا أبيان حيث تجري هذه الأحداث، نذكر أنه في 29 من مايو أيار وبشكل مفاجئ غادرت القوات اليمنية مواقعها ودخل المدينة 200 أو 300 مقاتل من جماعة أنصار الشريعة دون أي عوائق. وبعد فترة وجيزة بدأ قصف المدينة من قبل طائرات أمريكية من دون طيار، وكذلك من قبل القوات الموالية للرئيس صالح. أعتقد أن هذا لم يكن صدفة أبدا، ولما جرى هناك علاقة قوية بتطور العملية الثورية، لأنه يحرف الأنظار عنها. والأمريكيون يعتبرون أن الرئيس علي عبد الله صالح مع أبنائه وأبناء إخوته ما زالوا يسيطرون على النخبة العسكرية في الجيش، وما زالت القوات الموالية للرئيس أكبر عددا من تلك القوات التي انشقت وانضمت للثورة. أكرر طبعا أن هذا من وجهة نظر الأمريكيين.